السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في مول العاشر يا جماعة، في محل مميز جدا في الأسعار ومميز جدا في العروض اللي هو بيعملها، اسمه فريدم. تمام، كل الكوتشيات اللي عنده حريمي أو أطفالي أو كبار متوفرة بأسعار جميلة جدا. كل الناس أحب أنصحها إنها تيجي تشوف المحل ده، أسعاره مميزة جدا وعروض الأسعار كويسة، وعندهم ملابس ممتازة برضو، شبابي وأطفالي وكل حاجة. تمام، كل دي كوتشيهات حريمي وأطفالي وشباب كمان، أنصحكم بزيارته. ده في مول العاشر الدور الأرضي، محل اسمه فريدوم، وتشكيلة كوتشيهات كلها رياضية وبتتميز بالأسعار وبتتميز بالجودة. اطلع بقى شوف الملابس. وبرضه هطلع معاكم دلوقتي في الدور التاني، في ملابس رجالي تحفة. حاج مصطفى مبروك بيضحي يا اخوانا. ايوه، حاج مصطفى فريدم. بيضحي فريدم. كل الاطفال اهي موجود هنا، تيشيرتات اطفال مميزه جدا، الوانها تحفه، اشكال جميله جدا واسعار جميله جدا ان شاء الله. التيشيرتات عندهم 2 ب100 جنيه، حاجة يعني هايلة يعني. وبليزرات أطفال، عشان لو في مناسبات سعيدة كده إن شاء الله الفترة اللي جاية بعد ما الكورونا هتروح إن شاء الله. لا، كل التشكيلة اللي موجودة دي الصراحة ما بشوفهاش بره، يعني حاجات مميزة جدا الصراحة، أجبرتني إن أنا لازم أصور الحاجات الحلوة دي وأفرجكم عليها. كل أنواع البناطيل، جينز أو جبردين موجودة متوفرة عندهم، قمصان وتيشيرتات وسويت شيرت. واحلى عم هاني في الدنيا، صباح الفل. شرفونا وتنورونا. العنوان مول العاشر، شارع احمد الزمر.